السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دول كثيرة طبقت البيم وحست بالمزايا، فأصبح إجباري في كثير من الدول. وزي ما احنا عارفين، من ذاق عرف ومن عرف اقترف. فمثلا أستراليا من الدول المهتمة جدا، وأغلب المشاريع لازم تكون بيم. البرازيل برضو عاملة رود ماب، كان عملوا أبحاث كتيرة في تقييم موضوع البيم دوت. كندا عملت كود خدته من بريطانيا. تشيلي عاملة إن البيم هيبقى يكون إجباري من 2020. الصين في خطة للخطة الخمسية هيبدأوا يطبقوا فيها البيم. التشيك مهتمية بالبيم، بس حتى الآن ما فيش كود أو ما فيش ستاندرد. الدنمارك إلزامي من سنة 2007. دبي من 2013. فنلندا من اللي هو من 2007، بالذات الحاجات اللي هي الحكومية. فرنسا كانوا قالوا 2017، أعتقد ما بقاش إجباري. ألمانيا فيها حاجات كتيرة إجباري من 2020، وبالذات الطرق، هم عملوا كود قوي للطرق وهيبقى إجباري. مصر الحمد لله في سبتمبر 2018 حضرنا ندوة عن الكود بتاع البيم، وإن شاء الله يطرح قريب، وده يعتبر أول كود في البلاد العربية، وإن شاء الله يعني يطلع بشكل كويس وبقية الدول العربية تستفاد منه إن شاء الله. هونج كونج إجباري من 2014. أيرلاند في خريطة الطريق إن هو يبدأ يتطبق من 2018 ل 2021. إيطاليا إجباري من 2019. النرويج هيبقى هو إجباري من 2016. وضع قطر برضه عشان نتكلم عنها، هو مش إجباري، بس في مشاريع كتيرة بيطلب إن هو يتعمل بالبيم. تمام. اسكتلند من ابريل 2017، يعني بريطانيا ابريل 2016، اسكتلند 2017، سنغافورة من 2015، اسبانيا من 2018، السويد في إدارة النقل الإجباري. تمام. أمريكا بعض الولايات إجباري وبعض الولايات مش إجباري، ده نظرة عامة على البيم في العالم. تمام. والمشاريع اللي هتعمل في المريخ والقمر هتتعمل بالبيم.